انضم معنا من بغداد عبر سكايب رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية الدكتور عباس الجبوري. أهلا بك دكتور عباس. دكتور عباس، في ملف الانسحاب الأمريكي تحدثت تقارير صحفية، يعني في أغلبها هي تقارير أجنبية، أن هذا الانسحاب لن يخل بالأهداف الاستراتيجية لواشنطن. برأيك ما هي هذه الأهداف التي ستحافظ واشنطن عليها من خلال قواتها المتبقية في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لمشاهديكم الكرام. أهلا بك وشكرا لهذه الاستضافة. أهلا بك. طبعا ما صدر من خلال الزيارة اللي قام بها رئيس الوزراء إلى واشنطن كان الحديث واضح، أنه تحديد 3 سنوات يكون فيها انتشار للقوات الأمريكية داخل المدن. هنا يجب أن ندقق هذه المعلومة، معناها أنه يتم تدوير هذه القوات ضمن القواعد وضمن الأماكن التي تتواجد فيها القوات الأمريكية. أنا أعتقد اليوم أمريكا لا يمكن لها أن تغادر العراق، باعتبار أن أهدافها الاستراتيجية الموجودة هي جزء كبير منها يضمن ضمن الإطار الاستراتيجي في محيط العراق. يعني اليوم لديها عدة أهداف، أولاً التواجد في العراق لأغراض مراقبة إيران، لأغراض مراقبة تركيا، لأغراض مراقبة سوريا. فهذا الانتشار اللي أعلنت عنه هو حقيقة مجرد يعني ذرة رماد في العيون، أما قواتها راح تبقى لأنه لا يمكن لأمريكا أن تغادر بين ليلة وضحاها وتترك العراق. دكتور، يعني هذا الإعلان، إعلان الانسحاب، هل تعتقد أنه له علاقة بالانتخابات الأمريكية؟ يعني خصوصا وأن الرئيس الأمريكي وعد أكثر من مرة بعودة القوات إلى البلاد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هل هي عملية انتخابية، دعاية انتخابية؟ أكيد اليوم يحاول، يعني إحنا كنا يعرف أنه اليوم ترامب لديه مشاكل داخل أمريكا، وهذه المشاكل الآن تجلت في التظاهرات، في الخلافات في الولايات. هناك عدد من الولايات اليوم تريد إعلان انفصالها، لذلك أنا أعتقد اليوم يريد أن يحاول إقناع الأمريكان بأنه اليوم نجح في العراق وسوف يعيد القوات بعد أن حققت أهدافها. لذلك هي صفحة من صفحات الانتخابات. حتى الزيارة اللي قام بها، أنا أرجع دائما لهذه الزيارة اللي قام بها السيد رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، تم تجهيرها لصالح الانتخابات الأمريكية من خلال عقود ومن خلال اتفاقيات. وبنفس الوقت أراد أن يقول ترامب بأن الجيش الأمريكي أكمل مهمته داخل العراق، وأوعد الأمريكان بعودة الأمريكان الجيش خلال 3 سنوات. أنا أعتقد ما كل يوم انسحاب يتم خلال 3 سنوات، باعتبار أن هذه 3 سنوات سنوات طويلة ولا يمكن الانسحاب بهذه الطريقة. دكتور عباس، يعني هل تعتقد أن هذه الحقيقة تصل لبعض الفصائل ولبعض الخارجين، يعني عن سيطرة الدولة، وهذا ما يفسر استمرار استهداف المناطق الدبلوماسية في العراق؟ يعني اليوم صاروخ كاتيوشا في منتصف الظهر. يعني شوفي، احنا خلينا نتعامل مع هذا الموقف. اليوم هناك من يطلق الصواريخ على السفارة بالدرجة الأساس وعلى المواقع التي يتواجد بها الأمريكان. يعني اليوم أولا لا تعلن الجهة، لم تستطيع الحكومة إعلان من هي الجهة التي تقوم بقصف يعني السفارة أو المواقع الأمريكية. اليوم أكو مفهوم، أتذكر أن بوش عندما تم احتلال العراق وكانت هناك مقاومة قال حتى لو احتلت أمريكا سوف تكون هناك مقاومة. أنا أعتقد اليوم كل الذين يتحدثون عن مواجهة أمريكا يقال أنه أمريكا محتلة، فمتى ما خرج الاحتلال سوف لن تطلق هذه الصواريخ. هذا هدفهم، دائما يتحدثون بهذا المفهوم. هنا يجب أن يكون هناك دور للدولة. الدولة لديها ذريعتين، الذريعة الأولى وهو قرار مجلس النواب الذي صوت بإخراج القوات الأمريكية، وأيضا هناك تظاهرات خرجت لغرض مطالبة بإخراج القوات الأمريكية. يفترض أن يكون هناك قرار حاسم من الدولة، بحصر السلاح المنفلت هذا الضرب أو تدريره
أو معرفة الجهة التي تقوم برمي هذه المقذوفات. الخبير الأمني الدكتور عباس الجبوري، أشكرك جزيل الشكر.